بسم الله الرحمن الرحيم. جاء دورنا النهاردة علشان نوضح المطلوب من كل طالب في المرحلة الابتدائية، بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي في المدارس اللغات في مادة الرياضيات لغات. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي مع الصف الثالث، وبعديه هيبقى الصف الرابع في والخامس والسادس في القسم الخاص بالماء، الأبحاث اللي الطلبة هيعملوها في. وما ننساش إن إحنا داخلين على البارت الأخير، مجال التوريزم ومجال السياحة، وتشوف يلا هنبدأ بجونيور 3. المنظر اللي قدامنا ده ان شاء الله هيتكرر في الايام ان شاء الله اللي جايه. هنلاقي تكدس السياح مره تانية قدام الباسز بتاعتهم، ويطلعوا في المعالم السياحيه بتاعتنا اللي مصر كلها عمرانه بالاماكن دي. المره دي السياح رايحين في جوله للبيراميدز الاهرامات، وكان العدد الافتراضي اللي احنا فرضناه ان كل واحد هيفرض نمبر معين ويفرض نمبر معين من الباسز، ويشوف كل باص هيكون فيه كام تورستس، فيه كام سايح. فهنفرض ان التوتال بتاعهم كلهم 555 تورستس، وكان عندنا نمبر اوف باسز كانوا 5. عايزين نعرف في الباص الواحد هيكون فيه كام؟ طيب يبقى هعمل ايه هنا؟ يا ترى هعمل تايمز ولا ديفايدد؟ انا هوزع الناس، يبقى توزيع، يبقى ديستريبيوشن، يعني ديفايد. فعلا هعمل ديفايدد هنا، هيبقى 555 ديفايدد باي 5. وزي ما احنا دايما بنقول بننبه ونفتكر مره ثانيه، لما اعمل ديفايدد ببدا من الليفت للرايت، يعني اقول 500 ديفايدد 5 100، 50 ديفايدد 5 50، 5 divided 5 equal 1. Again, 500 divided 5 100, 50 divided 5 equal 10, 5 divided 5 equal 1. يعني total كله 111 tourists inside in one pass. هنا انت هتغير الاكزامبلز دي، هتغير الاعداد وهتغير الباسز، وطبعا القيمه هتختلف في الانسر، ولكن شفت انت ازاي بتجاوب على الاكسرسايز المطلوب من حضرتك. ويلا بينا نروح على جونيور 4. الحقيقه المعلومه المطلوبه منك ان انت تكتب النسبه الخاصة بآثار مصر بالنسبة لآثار العالم. الحقيقة إن الأبحاث دي خلتنا نقرأ، يعني إحنا نفسنا كبار بقينا نقرأ، فأنت هتكتشف حاجات وأنت بتقرأ، فعايزك تقرأ فعلا. تمام؟ هل هي نص ولا تلت ولا تلتين؟ وفي كلام كتير بيتقال، ولكن هي حقيقة عددها فعلا كبير. تمام؟ وفي شائعة بتقول إن هي تقريبا تلت آثار العالم. يبقى الإيجيبت مونومنتس اللي هي آثار أو معالم مصر الأثرية هي تقريبا ثيرد الورلد كله، العالم كله. ولكن بيقال كمان إن الصين فيها أكتر عدد مننا اللي هي الصين، ولكن القيمة بتاعت الآثار بتاعتنا إحنا أعلى من القيمة بتاعت الآثار بتاعتهم هم. تمام؟ فهنقرأ الجزء ده وهنعرف فيه معلومات فعلا جميلة جدا جدا جدا. طب احنا عايزين ايه من الاثار بتاعتنا والسياحة بتاعتنا توصل لقد ايه كنسبة؟ احنا عايزينها توصل ل 100%، يعني 100%. يعني ايه 100% يا جماعة هنا عشان نفهمك احنا كطلاب؟ 100% المقصود بيها ان اشغال الغرف في جميع فنادق الجمهورية مصر العربية تكون كلها مفيش ولا سرير فاضي ولا اوضة فاضية، كل الاوض مشغولة، ساعتها هنقول 100% او بنسميها 1. يبقى كلمة 1 هي مقصود بيها ان كل الفنادق كومبليت، يعني مكتملة. وطبعا في الوقت ده هيدر بالخير على بلدنا الحبيبة مصر. يلا نروح مع بعض على جونيور 5. في جونيور 5 يا جماعة مطلوب مننا نعمل كومبيرنج ما بين number of tourists in summer and number of tourists in winter، ونعرف الأسباب إيه اللي وصلت إن في زيادة في نقص الاثنين قد بعض.
فبتقول انت الكلام ده. المهم احنا اللي علينا نعمله ان احنا نجيب عدد الناس اللي بيزوروا مصر في السمر وعدد الناس اللي بيزوروا مصر فين في الشتاء، ونعمل كومبيرنج ما بينهم، مقارنة ما بينهم. وبعد ما نعمل المقارنة دي نطلع الأسباب بقى، الزيادة دي لإيه، النقص ده لإيه، كل الكلام ده من خلال القراية بتاعتنا إن شاء الله. طب حد جاب مثلا التوتال كله في سنة والتوتال كله في سنة، مفيش مشكلة، برضو أنت برضو بتجيب الكومبيرنج. طب أنت جبت الوينتر والصيف، يبقى أنت كده 10/10، مفيش أي مشكلة. تعال نشوف مع بعض البارت التاني اللي في جونيور 5. والبارت ده هو عبارة عن إيه؟ كل اللافتات اللي عندك المره دي مش هتحطها بقى في ريكتانجل ولا سكوير، لا ده انت خلاص انت في جينير 5، يعني درست بوليجنز كتيره. ممكن تستخدم الترابيزويد، ممكن تستخدم الرومبس، ممكن تستخدم البريلوجرام، ممكن تستخدم حاجات كتيره جدا من الاشكال. وطبعا انت مش هترسم الشكل الا لما هتعرف انت هتكتب ايه جواه، مره عربي ومره انجلش. واحنا عملنا زي فورمه ليكم ازاي احنا نصممها، تمام؟ ورينا بقى شطارتكم هتعملوا ايه، عايزين نتفرج على حاجات في منتهى الجمال وصور وحاجات زي كده، وتحطوا اللافتات وتكتب فيها الارشادات اللي انت عايزها، مره عربي ومره انجلش، تمام؟ ويبقى ده خاص بيك وللذكرى، اوعى تنساه. ويلا نختم مع بعض بجونيور 6 يا جماعه، ونشوف ايه المطلوب مننا، ايه اللي مطلوب من حضرتك هنا اللي انت تختار احد الاماكن السياحيه، تمام؟ وبعد لما تختارها تعرف عدد الرواد اللي بيزوروها، ولو كان العدد ده كان ثابت لمدة 3 أسابيع متتالية، فعايزين العدد الإجمالي يكون إيه؟ طبعا حاجة بسيطة جدا، طبعا حضرتك بتمسك العدد اللي انت افترضته، واحنا عطينا مثال على مكتبة اسكندرية، ممكن تبقى تغير بقى الاهرامات، الاقصر، اسوان، شرم الشيخ، الغردقة، قصر المنتزه، اختار انت بقى المكان بتاعك وحط الصورة بتاعه زمان كده عامل، تمام؟ وشوف في الويك قد ايه، في كم واحد بيزوره في الويك، والعدد ده افترض انه هو ثابت، وتعمله تايمز 3 يطلع على طول التوتال بتاعك قد ايه. طبعا متعة، تشويق، ده كان ركن الماثماتكس الموجود في المشروعات البحثية المطلوبة، واحنا حبينا اللي احنا نوضحها يا جماعة. وده طبعا زي ما انتوا شفتوا انتوا اللي هتعملوا الكلام ده كله، ولكن احنا قدمنا لكم الطرق اللي انت ازاي هتنفذ بيها. طبعا كل الكلام ده بنشكر فيه السيد الرئيس، وطبعا بعديه المحلي الوزير، وجميع المسؤولين عن التعليم في اسكندرية، مدير عام التعليم بتاعنا الاستاذ الفاضل عبد العاطي التمساح، وكيل الاداره استاذه ماء ابراهيم، استاذ اشرف مدير التعليم الابتدائي، وجميع الساده الخاص باداره مدرسه نبيل وقاد الرسميه لغات، استاذ اشرف محمد حسن مدير مدرسه، استاذ محمد الجمل احد الدينموهات الموجوده في المدرسه الحقيقه، وبشكركم انا عن نفسي مستر ايمن رأفت سوبرفايزر الماس في مدرسه نبيل وقاد، حظ اطيب للجميع، ومع تمنياتي ليكم بالنجاح دايما والتوفيق والتألق باذن الله.